إطلاق النادي التطوعي بجامعة العربية المفتوحة بمدينة جدة مبادرة لفئة الصم، تهدف إلى زيادة وتيرة تفاعل المجتمع مع فئة الصم ودمجهم وتدريبهم وتهيئتهم أيضا لسوق العمل. ونحن دورنا اليوم في ساعة شباب دعم هذه الأفكار، واللي حنعرف عنها أكثر مع ضيوفنا من فريق المبادرة ريناد بامهير وأيضا راشد عدنان. وحابة أمسي عليكم اليوم بلغة الإشارة، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا، نحن هنا اليوم لدعمكم، شكرا لكم. العافية. إيش هذه؟ يعني خلاص. أهلا وسهلا. طيب خلينا نبدا معاكم، يعني هذا صراحه موضوع مهم جدا، بس كيف حاولتوا انكم تقدموه في هذه المبادره؟ خلينا نبدا معك راشد. احنا حاولنا نبدا بحاجه يعني نسويها اجتماعيه، حاولنا نقدم بوث في منطقه عامه اللي هو اخترنا الريتسي مول، تمام، حاولنا نوعي الناس عن ايش، عن المجتمع هذا اللي هو فئه الصم وضعاف السمع، تمام، عن طريق لغة الإشارة، عن طريق إنه إحنا نوري الناس إنه في أبليكيشنات ممكن تعلمنا كيف نتواصل مع هذه النوعية أو هذول الفئة من الناس وندمجهم مع الناس العادية. إحنا لاحظنا إنه فعلياً إنه ثقافة الناس في لغة الإشارة ضعيفة تقريباً جداً ضعيفة. صح. أيوة. واجهتنا كثير يعني مصاعب في البداية، بس الحمد لله تجاوب الناس كان مرة حلو، وإن شاء الله يعني مستقبلا راح نسوي حاجة مرة كويسة من هنا انطلاقا لرؤية 2030 إن شاء الله بإذن الله. طب ريناد، ليه بنشوف في فجوة بين هذه الفئة وبين المجتمع؟ هل السبب ممكن يكون جهل الكثير مننا بلغة الإشارة؟ أيوة، الكثير مننا مستصعب لغة الإشارة، فهذا الشيء مخلينا ممكن ما نتعامل مع الفئة هذه، وهم مستصعبين أنهم يندمجوا معنا في المجتمع، شايفين أنه الكل مستصعب الفئة هذه والتعامل معها والتحدث بلغة الإشارة، الكل شايف أنه لغة الإشارة شيء صعب. مع أني أشوفها جدا سهلة على فكرة، جداً. تعلمت الترحيب في الفاصل على فكرة، والحمد إن شاء الله أني أكون أتقنته. سويته مضبوط؟ والله 100% ممتاز. فالشيء هذا يعني هم مستصعبينه للغاية، فكرة انهم يندمجوا للمجتمع، يطلعوا مع المجتمع، يعني هم حاطين في بالهم انه ما حيتقبلهم المجتمع، ممكن ما في احد راح يفهمهم، ما في احد راح يلبي احتياجاتهم من وظائف، من دراسة، من اغلب ال صحيح يعني. صحيح. طيب يعني راشد، هل عندنا اي ارقام او احصائيات عن عدد الصم في المملكة؟ عدد الصم وضعاف السمع يتراوح تقريبا 800,000 في المملكة العربية السعودية. 800,000؟ أيوة، أنا ما عرفت الرقم ده إلين بدأت في موضوع أنه أشارك في المبادرة اللي هي تبع الجامعة العربية المفتوحة. يدي لساني. أيوة، يدي لساني. عدد كبير مرة. صحيح. فيبغالنا نحاول قد ما نقدر أنه ننشر ثقافة اللي هي لغة الإشارة في كل مكان. أكيد إلا ما يكون يعني جمعكم نقاش مع أشخاص من فئة الصم، فنبغى نعرف إيش احتياجاتهم اليوم، إيش أكثر شيء يحتاجوا، إيش اللي ناقصهم ريناد؟ توفر فرص العمل لهم، كمان الدراسة بعد الثانوي، ما في جامعات موفرة يعني موفر الدراسة بلغة الإشارة. أيوة، بلغة الإشارة، يعني نادرا ما في جامعة موفر الدراسة بلغة الإشارة في البكالوريوس في الماجستير، فهم الشيء هذا مستصعبينه، يعني بعد التخرج من الثانوي ما بيقدروا يكملوا دراستهم الجامعية، فممكن هذا الشيء أكثر شيء مستصعبين. الوظائف برضو ما في وظائف، ما في وظائف خاصة بهذه الفئة. طيب وانت راشد، هل بتشوف شيء ثاني ناقصهم غير الوظائف ودراسة البكالوريوس؟ ممكن اللي هي الطوارئ. انا اشوف يعني مثلا لو مثلا واحد منهم كانوا في جروب محتاجين طوارئ، ما حيقدروا يعني يتواصلوا تلفونيا، ممكن في تطبيقات او حاجات معينة ممكن نحث فيها المجتمع، بحيث انه لو مثلا حصل عندهم ظرف طارئ احتاجوا يتواصلوا مع حد، دائما لازم يكون في احد ملازم لهم، نقدر يتحدث مع الناس الطبيعيه. فهذا الحاجز يعني
قد ما نقدر بنحاول اننا نكسره ان شاء الله ان شاء باذن الله مستقبلا. طيب كلموني عن ادواركم في المبادره والمواقف ايضا اللي ما تنسوها في هذه التجربه. دورنا في المبادره كان توعيه الجماعة اللي يجونا في البوس. كثير كانوا بيسالوا ليش سميتوا المبادره بهذا الاسم يدي لساني. هم ما بيتواصلوا طبعا باللسان، تواصلهم كله باليد، فاليد عندهم بمثابه اللسان عندنا، فهو الشيء هذا اللي خلانا نسمي المبادره بهذا الاسم يدي لساني. كانت معانا جمعيه صوت الاصم برضو ماخذين بوس معانا. كانوا بيوعوا الناس عن لغة الإشارة، كيف التعامل مع هذه الفئة. قبل المبادرة طبعا أخذنا دورة مع الدكتورة أحلام في مستشفى الشرق، نوجه لها تحية طبعا. أكيد طبعا. استفدنا منها كثير، هي هذه ممكن اللي ساعدتنا نطلع المبادرة، ونحن عارفين تقريبا أغلب الحروف والأعداد، طريقة التعريف عن النفس بلغة الإشارة. ما شاء الله تبارك الله. طيب وبالنسبة لك راشد؟ أكثر، عيد السؤال مع راشد مرة ثانية. إيش كان دورك في المبادرة وكمان أكثر المواقف اللي ما تنساها؟ تقريبا من المواقف اللي واجهتني إنه في مرة رحنا لواحد جينا نتكلم معاه بلغة الإشارة، سلمنا عليه انصدم، مو عارف إحنا إيش قاعدين نسوي، صار يلبس الكمامة، يفسخ الكمامة، يحسب إنه إحنا جايين إيش، نقول له ترى البس كمامتك. فصار مو عارف، بعدين لما جينا نتكلم معاه تفاجأ كأنه حاجة أول مرة يشوفها في حياته. فأنا أظن إنه في فئة كبيرة من الناس زي كذا أول ما بتتفاعل مرة. أيوة ما هي إيش في ما أيوة. أي تفاعل. فالرياكشن أو ردة الفعل كانت قدامنا كانت يعني شيء، قلنا لا لو قسنا هذا الشيء على ناس كثير برضو نفس الطريقة نفس فأنا أشوف إنه تكون في دورات وتكون في يعني على طول في المجتمع، مثلا نحن ننتشر يعني في الاماكن اللي فيها تجمعات ناس، نفهمهم حتى لو حاجه بسيطه، نوريهم على ابلكيشنات، نعطيهم كتب ارشاديه لهم. فهذه يعني الموقف هذا يعني خلاني لا من جد لازم نحن يعني نحتاج. ايوه احنا لازم نحتاج نوعي المجتمع اكثر حول لغه الاشاره. طب بما انكم موجودين معنا اليوم ويعطيكم الف عافيه فعلا على كل شيء بتسووه، ايش رايكم تعلمونا بعض الاشارات المهمه في لغه الاشاره عشان نستفيد وايضا المشاهدين في نفس الوقت يستفيدوا؟ تحبوا ابدا مع مين؟ ابدا مع رنات. يلا رنات. اول شيء نبدا الحروف. طبعا هذا حرف الالف، هذا الباء، وهذا التاء، وهذا الثاء. طبعا تكون أصابع كلها لاصقة مع بعض عشان تقدر تميزي بين الأرقام والحروف. طبعا الأرقام والحروف متشابهة، بس الحروف بتكون أصابعك لاصقة، الأرقام بتكون أصابعك منفرجة عن بعض. حلو. طيب الإشارات المهمة اللي لازم نعرفها كيف يعني متواصل. ممكن أنت يجي واحد يسألك إيش اسمك أو عرفيني عن نفسك، تقولي أنا اسمي، وتبدأي طبعا بالحروف أي تكوني اسمك. ممكن يبغاك تقولي له فين الموقع الفلاني مثلا لدورات المياه. إذا كنت في مكان عام يسألك عن مثلا المصلى، فتبدأ أنت بالإشارة توجهي وين. كيف أقول شكرا؟ كيف أقول شكرا كذا؟ شكرا كذا. إيش كمان في حاجتين برضو أنا شفتها في لغة الإشارة، أنا لما عرفتها قلت واو لغة الإشارة يعني برضو مبدعة، غير ما إنه زي أسامي اللي هو الملك عبد الله. أيوة والملك سلمان، ولي العهد الله يحفظهم محمد بن سلمان. كيف الإشارات؟ طبعا الملك عبد الله كذا وكذا. ليش كذا؟ لأنه هو كان متعرف هو اسم عبد الله. هو اسم عبد الله. اسم عبد الله، فخلوه الرمز لاسم عبد الله الملك عبد الله كذا وكذا رحمة الله عليه. الملك سلمان الملك سلمان اللي هو الملك سلمان كذا، لأنه متواجد في الشنف كذا وكذا. محمد بن سلمان لأنه ولي العهد حيكون كذا وكذا 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 عشان الدقن وبعدين كذا إنه طويل يعني. ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا. حتى اسم البنت الإشارة حتى اسم البنت، حتى برضه لاحظنا شيء في اللهجات إنه المناطق
مثلا في برضه لهجات في لغة الإشارة، مو بس في اللي هو في اللهجة العادية حقتنا احنا. مثلا عندك البنت في عند لهجة أهل جدة في لغة الإشارة بمعنى كذا شعر غرة. أي غرة شعر. عند أهل الرياض لا، ضفيرة. جميلة جدا. كمان في لهجات. أيوة فيها لهجات في لغة الإشارة. طب شخصيا هل تغيرت أفكاركم قبل وبعد المبادرة؟ كثير كنا يعني على بالنا انه الفئه هذه صعب التعامل معها جدا، صعب لغه الاشاره حتكون صعبه علينا شويه، من لغه الاشاره حتكون صعبه علينا. تعلمنا اشياء كثير في دوره واحده يعني قبل المبادره تقريبا بيومين. تقريبا قبل المبادره بيومين تعلمنا الاشياء هذه كلها، الاعداد، الحروف، كيف تتعلمي ترحبي، كيف تتعلمي تعرفي عن نفسك. ما شاء الله. في وقت جدا قصير تعلمنا كيف. طب شخصيا يعني ايش تغير فيكم داخليا؟ يعني هل تغيرت فيكم؟ اكيد تغير اشياء كثير. حابين انه نوعي المجتمع كامل يعني بلغه الاشاره، تكون في توعيه كبيره، حتى يعني ان شاء الله بعد الجائحه، بعد جائحه كورونا راح تكون عندنا دورات في الجامعه. عندنا في الجامعه العربيه المفتوحه عن فئه الصم وضعيفي السمع. حلو. طب بالنسبة لك راشد، هل تغير شيء شخصية؟ تغير حاجة في شخصيتي، إنه لأنه أنا في حياتي، في محور حياتي كله، ما في أحد من النوعية هذه، أو ما يقدر يتكلم أو سمعه ضعيف. فلما عرفت إنه في ناس أنا ما كنت أعرف، لما عرفت إنه في ناس من دي النوعية يحتاج إنه إحنا نتواصل معهم أكثر، ناخذ ونعطي معهم أكثر، يكونوا معانا في نفس المحيط حقنا، فتحت يعني عقليتي الحاجات الثانية أنا ما كنت شايفها الصراحة. أكيد. وأنتم دوركم اليوم كشباب وأيضا هذه المبادرة الجميلة جدا، أن نحاول قد ما نقدر نوعي المجتمع حول هذه الفئة الغالية على قلوبنا أكيد، واللي بإذن الله يعني نحاول في الأيام الجاية تأخذ حقها أكثر في المجتمع، وتقدر تتواصل أكثر، وأيضا التهيئة والتأهيل في المجتمع. يعطيكم ألف عافية على كل شيء بتسووه، وجزاكم الله خير أكيد. آخر شيء ممكن كلمة ختامية، حاب أشكر أمانة منطقة مكة المكرمة أكيد، وأمانة جدة، وحاب أشكر الجامعة العربية المفتوحة واللي هي الهيئة جمعية الصوت الأصم. صوت الأصم. علي الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة، مدير الفرع أستاذ إيمان طاشكندي، أستاذة طيمان أشكندي، وعندك اللي هو مدير فرعنا اللي هو أسامة الزيد. أكيد. الحمد لله تحية. والتيم اللي كان معانا إن شاء الحمد لله يعني تيم جدا ما قصروا في أي حال. نحن هنا بس يعني جينا بس نحاول قد ما نقدر نوصل أقرب صورة للشيء اللي إحنا قدرنا نسويه الحمد لله. أكيد. يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا، وكل الفريق أكيد ما قصروا، نوجه لهم أكيد تحية من البرنامج. شكرا لكم راشد وريناد، ونتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج ساعة شباب الظاهر على الشاشة، ومنصتنا متاحة لجميع المبدعين والمبدعات. ألقاكم غدا على خير، وأقول لكم في أمان الله. We'll be right back.